السلام، مرحبا بكم في فلوغ 25 من الحياة المملة ديالي اللي عجبتكم. وإذا جاك فلوغ ممل عرف بلي راه عندك الحق. مشينا. في يوم من الأيام في واحد القارة من القارات قاسمة عليا ما بيا قوا هي الصينية، تلقيت راسي في هذا البالكون، هذا المنظر هذا زوين ولكن واخا هكا كيجيب الملل. قلت اش غندير؟ غنخرج نمشي نتلقى عند واحد صاحبي الترامواي غيجي عندي تما، غنهبط عنده غادي نمشيو باش نسافروا. ها هو الترامواي جاي أخيرا، يا ربي يكون جا وجمع الباليزة ديالو الموفية ديالي، هذه فرصة باش ناخذها. ها صاحبي جا والباليزة الموفية تاعي جات، هذه فرصة باش ناخذها. درت هاد السبة باش ناخذ الباليزة ديالي. المهم يا خوان تمنى غادي يجيني الملل، قلت غنهبط عليه وانا نتفكر لا فات لي داك النخسر على 10 دراهم. صافي خديت الباليزة ديالو جاني الملل وانا نرد عليه عادي. صافي رديت له خيا ديالي. المهم سمينا غادي الباليزه ولا جا الملل ولا تغدى الراسه تورق ليا الباليزه غدا كتقطع في باساج بيطو مميل اكثر منه. المهم صافي بدلت الحوايج ديالي خرجت، صافي لبست كسترت جريت الباليزه ديالو اللي هي ديالي في الاصل. صافي تميت غادي هو بلون اخر من كاميرا اخرى حيدو حتى نتوما شويه الملل. صافي اول كار شديناه من لوطوروت ما فينا نمشي للمحطه، بغينا نحيدو الملل في الطريق. صافي صافي خصنا نمشيو للبلاصه ديال الكوسالا. المهم قلنا نجلسوا شويه قدام المهم مشاهدين، ولكن واخا هكا الكوسالا لقيت البلاصه ديالي. صافي هبطنا جلسنا عادي ما كاين حتى مشكل. وين الكار يتعطى شويه نحيدو شويه الملل ساعه تحرك ودخل من طريق الرباط. المهم ماشي مشكل اخو جاني ملل بغيت نحط رجلي في بلاصه. المهم اخو لقيت هاد العيب هادي شافني صاحبي دار حتى هو بقى فيا الحال. قلت ليه لا علاش ينقول مني حيد رجلي انا من تما. صافي هادي اخو باش نحيدو الملل وصافي. جا الكونترول عطيتو التيكي بغيت نهضر مع الساعه. صافي شاف التيكي وزاد نخلني اخو بقى فيا الحال بزاف ما كرهتش النوض، ولكن هاني اخو بغيت ندير نضادر باش ما يتقدرني مره اخرى من يدوز من حدا يهضر معايا. صافي اخو انا اول منظر اللي وليت كنشوف كلشي بالبرتقالي الصراحه ما تبدل والو، ملل ملل غير هاد الملل في البرتقالي. صافي اخوتي جاني ملل حيدتهم باش ما يسحبونيش كنعيق عليهم ولا شي حاجه. المهم اخوان دزنا من هاد بياج بيتو كنضحك معكم بياج اخوتي كنتسنى الكاري وقف باش يهضر مع هذيك خيتي ونسمعو. ساعه عنده هذيك العيبه داز بلا ما يوقف، ناري بقى فيا الحال انا ما وقفش باش نحيد شويه الملل. قلت ليش غدير هبطني هنايا. صافي خدينا البوالز ديالنا وحنا نهبطوا، عندي سبر ديال البيضه ما كرهش يعفط علينا خلق معاه شي مشكل نحيد شويه الملل. صافي طلع كيجري ومشى الكار. صافي بسلام هاني حطنا في نص الطريق خصنا نقطعوا ليها اخوان. كنقلب على الباساج بيتو ما لقيتوش، بالي هاد الكار كتفكروا في داكشي كنفكر فيه. لا صافي وصلنا. المهم اخوان واول مره الممل ما غيقطعش من الباساج بيتو حيت ما كاينش اخوتي، عفاكم ديروا لنا باساج بيطو في لوطوروت اخوتي. صافي قطعت من هذا الربيع بيطو وبديت كنقلب على اللواسه نلقى شي باساج بيطو ما لقيتوش، شقيت ديريكت اخوتي ولكن حضيت راسي اخوان حضيو راسكم اخوتي. صافي تميت غادي ومي بانوا لي هاد الاحصائيات ديال كدا ما نقولهاش باش ما يحيدوش لي الفيديو في فيسبوك. المهم قريتهم صافي لقيت باساج بيطو وانا نقطع مع اخوتي. واخيرا بالنسبه للناس اللي كيقول لي شحال من الفيديو ما دزتيش من باساج بيطو، هاد الفيديو دزت من كاع لي باساج بيطو ديال المغرب كامله باش نعوض داكشي اللي فات. المهم جانا الجوع جلسنا عند الخوت هادو هنايا كيطيبوا ماكله زوينه خفيفه سيرفيس سريع كلشي ناضي اخوتي كيحيدوا شويه الملل. صافي خديت العصير والعيبات ديال ساليتهم بطبيعه الحال ما نصورش باش ما يجيوش صحاب الحسنات يقول يا حكا راه كاين اللي ما عندوش الماكله كدا هادي ما تصورش. المهم اخو انت مين غادي نتكلم ملي كتشبع الكرش كتقول راس غني صاحبي سخن عليه راسو هنا قلت راه غيفهم راسو غيسكت ما سكتش هاني هنا ملي دار طلعت في التليفون حتى دخلنا القهوه عاد شعلته باش ما نبينش لي بلي راني قطعت اللعيبه وكذا. المهم صافي شدينا الطاكسي باش نبدلوا الجو في واحد البلاصه عرضوا علينا الناس. المهم صافي دخلنا من هاد القوس هذا كيحيد شويه من الملل، هبطت الكاميرا باش ما يبانش واحد خونا واحد شويه هزيتها باش حتى انتم تحيدوا الملل وصافي. المهم اخوان ماشي هاد البلاصه، ها البلاصه اللي عارضين عندنا فهي هادي اخوتي غنحيدوا فيها الملل شويه. المهم صافي اخوان دخلنا مع الباب رحبوا بنا ديال بصح طابي غوج اللي كنت كنقول لكم عندنا في الدار عاد بقاو عليا مرحبا بالممل مرحبا بالممل ما عرفتش كيشكروني ولا كيحشوا لي في الهضره. المهم اخوان صافي طلعت مع الدروج هادو ماشي الدروج الكتريك اللي كنت كنقول لكم اخوان ما كاينش. المهم عطاوني هاد البلاصه هادي زوينه كالم كطلع على كطلع على والو صراحه. المهم تحطوا لنا الكاس وحطوا لنا هاد المنيو هذا بحال واخدينه من شي باب ديال شي لعبه. المهم اخوان صافي كنقراو في المنيو واحد شويه صاحبي جا الملل، انا كنقلب في المنيو وهو كيقرا في المنيو كنقلب في المنيو وهو كيقرا في المنيو اخوان. صافي اخوان مليت وصاحبي تا هو جا الملل ما فهم والو دخل التراديكسيون بدا كيترجم عرفتو ما كرهتش ندوموندي اتاي باش يجي يدير لي هاد العيبه هادي. ولكن صافي اخوان صافي دار على دوك خوتنا اللي هاني ماشي مشكل اخوان. رجعت عاوتاني نقرا المنيو على واش نلقى شي حاجه مفهومه. بنت واحد لعبه ب 10 درهم رخيصه ودومونديت عليها لقيتها هي قرعه الماء. دوماج اخوان صافي شربت قرعه ما وخرجت زعما راه كونسوميت. المهم صافي تميت خارج عادي فرحان قلت واخيرا خسرت 10 درهم. بغيتي تحل الباب قال لك حق دخل الحمام ماشي بحال الخروج ضروري تكونسومي. وخدينا الطاجينه دا حيت ساهل في الفم دغيا قلتها. صافي ما كلينا وما حلوا لنا الباب خرجنا. صاحبي قال لي والو تعرض عليا ناكل كلاص. صافي ديته باش نشري لي كلاص واخيرا لقيته ما كاينش الحمد لله. صافي مشينا نقلبوا على شي اوتيل باش نباتوا فيه وحنا نتفكروا في لوطيل قدام الطاجين ناري. ما تنساوش تقولوا لي شنو هي المدينه الليله جيت لها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. وما تنساوش بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجيه الملل. اخوان والله ما كاين اللي كيحيد لي الملل قد لي كومونتير ديالكم.